لا مش هطلق ومحدش له دعوه بيا، انا مش عيل صغير وحر في تصرفاتي. تطلق مين يا صاصة؟ انت اتجوزت؟ ما بيردش. هو في ايه يا جماعه؟ في نصيبه بعد عنك. خشي اقعدي مع اخوكي جوه دلوقتي وانا هناديكي. بترد يا صاصة في ايه؟ يا بنتي قلت لك ادخل. انت مش معقوله يا بنتي، ما انت اللي مش معقول. حتى انت حسابك معايا بالليل يا مريم. اسمع يا صاصة، لو ما عملتش اللي امك قالت عليه دلوقتي انت لا هتكون ابني ولا اعرفك. لا والله، هو ده تمامك مع ابنك يا امين؟ ده اللي انت قدرت عليه؟ سيبيني في حالي والنبي يا حنان، انا اللي فيا مكفيني ابن ابنك، ومش ناقص تريقتك انت كمان. يا فين النضاره؟ اهي. في ايه يا امتي اللي احنا لسه ما خلصناش كلامنا؟ مخنوق مش قادر اقعد في البيت، هنزل الشارع اشم شويه هوا. الشارع وانت بالبيجامة؟ هتنزل الشارع وانت كده؟ في ايه؟ أمين!